السلام عليكم. في اختيار حلو في ريفت شيت 22، الا هو ان انا اقدر اصدر البي دي اف دايركت. طبعا تقدر تقول كنترول بي ده العادي، وتكون مسطب الطبعه الافتراضيه للبي دي اف. طيب لو انا ما عنديش الموضوع دوت، هتلاقي اصلا موجود في قلب الريفت اكسبورت، هتلاقي البي دي اف موجود جاهز. الشاشه مختلفه شويه، يقول لي كارنت ويندو او الفيزيبل او جزء معين اللي ظاهر، او سيلكت فيو او شتات. تقدر تختار شتات معينه بالشكل دوت، تقدر تعمل فلاتر. انا عايز 2D، عايز 3D، عايز شتات بس زي ما انت عايز. تيجي هنا تقول له الاكسبورت ستوب، تقدر تدخل في الاعداد بتاعته. هنا تقدر تقول له بقى الفايل نيم، هتلاقي الجزء ده مش متفعل. ليه؟ لان احنا قايلين له كومباين. كومباين يعني اضغط كله في ملف واحد. ممكن تشيل العلامه ديت وتدخل هنا وتقول له هنا اكتب لي التايب وبعد كده الفيو نيم. ممكن تقول له لا ده انا عايز الشيت نيم وشيت نمبر والتايب والفيو نيم مش عايزه، تمام. وتكتب كلمه قبليه وكلمه بعديه، ودي بيفرق بين ده وده. لما تقول له اوكي هياخد الشيت نيم وبعد كده هياخد الشيت نمبر بعديه بالشكل دوت. اللوكيشن هيبقى بالشكل دوت، المكان اللي انت هتسايب فيه الشغل بتاعك. الشيت سايز تقدر تختاره، انا بقول سنتر، سنتر الحاجه في التوب بيج، او انا عايز زوم 100% من السايز. وهنا بيقول لي الكواليتي عايز قد ايه، وهل انت عايز الوان ولا ابيض واسود ولا رمادي. هنا بيقول لي بقى الاوبشن الفيو لينك ان بلو، عايزه يتبع ولا لا. الريفرنس والورك بلان احنا غالبا ما بنحتاجهمش، فممكن نعمل له هايد. الان ريفرنس فيو تاج وهكذا. تبدا تشوف ايه الحاجات اللي انت مش محتاجها. السكوب بوكس ممكن تكون محتاج ان انت تخفيه وهكذا. وبعد كده بتقول له اكسبورت، فيبدا يصدر لك الملفات ديت في قلب الملف، في قلب اللوكيشن دوت.